مدام هناء بتقول دكتور عايزة أعرف أكتر عن استخدامات الفيمتو ليزر لعلاج الحول عند الأطفال، هي أكيد بتشتكي إن حد من أولادها يعني عنده الموضوع قصة ده. الحول دي بس احنا قصة يعني كبيرة كبيرة، طبعا. والطفل بيصعب علينا كلنا لو بس درجة حرارته زايدة نص درجة، فما بالك لو هو عينه حولة ونفسيته متضايقة ولابس نظارة تخينة وماشي بيتكعبل طول النهار مش عارف يلعب، وأصحابه بيتريقوا على شكله بالنظارة، وما بيجي يذاكر ملوش مزاج، وبيزهق من الكتاب بسرعة، ويقرا سطرين ويتدلع، وتحصيله ويقول مش لك هو. وعصبي جدا جدا، خلقه ضيق. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا بعد عمليه الحول الامهات مش بتيجي بس مبسوطه ان العين اتعدلت، لا ده بتيجي مبسوطه ان ابنها بقى بياكل وبقى بيضحك وبقى بيلعب، ونفسيته كل حاجه. احنا ونفسيته معانا صوره اتحسنت يا جدا، دكتور، وفي الدراسه مستواه بقى هايل جدا. طب احنا ايه مشكلتنا بقى في الاطفال؟ مشكله في الاطفال ان احنا كنا دايما نقول ان في انواع من الحول ما هوش حول حقيقي، ولكن حول بيسببه ضعف النظر. يعني ده طفل عنده طول نظر، شوف حضرتك الصوره اللي من غير نظاره دي، ده عينه داخله جوه ناحيه المناخير جامد جدا لان عنده طول نظر عامل له تشنج في العضلات الداخليه. تمام. يلبس النظاره ده حضرتك شايف العين بتتعدل 100%. ده مش محتاج عمليه حول، ده محتاج عمليه تصلح له النظر بتاعه. اللي هو هنقدر الفيمتو نصلح له اهو ده. يعني النظر مش حول، النظر عامل له حول. معبر عن ضعف نفسه، النظر انا بقول عامل لهم ايه؟ طول النظر معبر عن نفسه بحول، زي ما ضغط الدم ساعات يعبر عن نفسه بصداع مثلا. فطول النظر هنا عامل حول. يعني لما بيكون لابس النظاره عينيه مفيش تبقى حول، سليمه، سليمة بمجرد ما بيقلعها العين يحول ويتنرفز ويشوف الحاجه اتنين ويمشي يقع وكل حاجه تتخيل. طيب هنا عنده حول بقى، عنده حول هنعمل ايه؟ لو عنده حول، حول حقيقي ونظره سليم 100% بنصلح له الحول ده. وحضرتك في ثلاث اربع معلومات غلط عايزين النهارده نصححهم عند الناس، ودي فايده برنامج مهم زي برنامج اللي حضراتكم فيه. اول معلومه غلط ان الطفل اللي عنده حول سيبه لسن السبع ثمان سنين عشان يعمل عمليه. هو ناخر ناخر عمليه الحول اللي بعد دخول المدرسه. طبعا حضرتك ده كلام مش حقيقي 100% لان انا كل ما بصلح العين بدري كل ما المخ بيتعود ان العين دي في مكانها الطبيعي بدري، غير لما انا اسيبه سبع ثمان سنين عينه حوله واجي المخ خلاص خد عليها، خد على ان العين طبيعه الطفل ان عينه حوله، اما اجي اصلحها له بيقعد فتره ويرجع يحول تاني. فيقول لك عمليات الحول دي بترجع، مشهوره بين الناس المعلومه الغلط دي، يقول لك عمليه الحول دي بترجع تاني يا دكتور. هو هيتصلح الحول طول العمر ولا بيرجع يحول تاني؟ هو حضرتك نسبه النجاح كام؟ هو ممكن يدخل العمليه كام مره؟ الكلام ده كله احنا بنسمعه في العياده، والكلام ده كله اشاعات طالعه بسبب تاخير العمليه. ممكن الام او الاب بيخافوا دكتور، يقول لك سنه صغير حرام اعمل له مثلا عمليه دلوقتي، انا مش ضامن مدتها قد ايه، وعايزين برضو نعرف مشاهد مده العمليه دي قد ايه. شوف حضرتك انا الام اللي كل الامهات طبعا خايفه على اولادها، بس دايما الام لما بتيجي او الاب اقول له انت لو خايف عليه تعمله العمليه بدري طبعا، لان مش انت هيأثر عليه، مش من خوفك عليه تاذيه بالتاخير، انت من خوفك عليه تلحقه بدري عينه تشوف في النص، شوف الحاجه مظبوط. وكمان مشكله رهيبه يا جماعه، مش بس الشكل ولا النفسيه، وظيفي وظيفي كمان. انا عندي يا دكتور احمد لما عين تبقى شايفه وعين حوله، العين دي المخ بينساها اصلا. المخ بينساها خالص، يحصل حاجه اسمها كسل موجود. العين كسل العين، يعني العين رجعه. الشمال دي مثلا او العين اليمين دي، المخ فاهم ان الانسان ده بعين واحده، ما اعرفش ارجعه تاني، هعدل له عينه في النص تتعدل، بس المخ مش هيشوف. فلازم العين ليها اكتر شكل يعني. وليها وظيفه، مش بس شكل. أوكي. ليها شكل وليها وظيفه. اذا كان طول النظر عامل حول يبقى طول النظر هيعمل كسل، يبقى انا داخل في سكه مضره للطفل، يبقى انا كل ما اتاخر كل ما باذيه. والعلاج يبقى اصعب. طب حته مهمه تانية معلش قبل ما المعلومه التانية الغلط برضو، ان عنده عين ضعيفه وعين قويه. انسان مثلا عنده حول تيجي تقيس له النظر تلاقي العين دي بتشوف 6 6 والعين دي فيها طول نظر مثلا، يقول له غطي العين دي عشان العين اللي فيها طول النظر تنشف. غطاء العين. غطاء العين. طب احنا هنغطي دي العين التانية هتشتغل، انا معاك. بعد ما تشيل غطاء العين دي هترجع تاني تكسل، ما هو حضرتك انت طول ما انت قافله دي شغاله، فتحت الاثنين مع بعض المخ هيتلخبط هيزغلل هيقوم مكسل دي تاني. ومشكله اكبر ان العين اللي بتغطيها لو غطيتيها فترات طويله ممكن يحصل فيها نفسها كسل. صح. يعني المخ ممكن يفتكر دي ويقوم ناسي دي شويه. يعني المخ هو برضو يعني اللي شغال في الموضوع. في سوفت وير، في سوفت وير فوق بيتبرمج. انت بتبوظه لما بتتاخر. بيتبرمج على اللي انا بعمله، فلو انا عملت له حاجه غلط او اتاخرت في عمايل الحاجه الصح السوفت وير ده هيتعود على الحاجات اللي اتربى عليها. وقت العمليه قد ايه يا دكتور؟ ويرجع للطفل لحياته امتى؟ يعني بعد قد ايه؟ السؤال ده بقى يعني ايه طبعا عاوزين هم خايفين بيشغل مدرسة. بيشغل مصر كلها طبعا، مش بس عشان المدرسه بقى كمان، ده هو كمان يعني يقول لك انا هقعد بعد العمليه اخواته هيلعبوا معاه امتى؟ هودي اخواته فين عشان ما يخبطوش في عينيه؟ انا مثلا عامل واحد حول فمامته طلبتني تاني يوم قالت لي الولد بيتشقلب من على السرير للسرير التاني، هو ممكن عينه تتشقلب معاه لو اتشقلب يعني لسه ما سبتش هتشقلب قدامه عشان انقذه. لا حضرتك احنا في عمليه الحول بنبقى خايفين، بس اكبر خوف علينا اول يومين بعد العمليه ان الطفل يدعك في عينه الفرق الشديد يعني. ونبقى عندنا حاجات كده بنحطها للطفل على عينيه شفافه شايف من وراها، ولكن تبقى ناشفه ما يقدرش يدعك منها وهو نايم بالليل، بالنهار بيمارس حياته عادي ويقدر يغسل وشه ويقدر يستحمى. تاني يوم
من تاني يوم، من تاني يوم. وعلاجنا كله عباره عن قطرات ومرهم بيمشي عليها لمده اسبوعين ثلاثه بالكثير قوي، ويقدر يلعب ويتنطط ويروح ويجي ويخرج ويلعب. يا بتشوف الفرق يا طالع من العمليات؟ في 90% من الحالات بتطلع من العمليات شايفه الفرق.